تواصل الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة. نشاط مكثف في مجال إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية إعلاء لمبدأ سيادة القانون، حيث تقوم مديريات الأمن ويوميا بتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتنجح في تأمين تنفيذ قرارات الإزالة لمئات التعديات بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية مع إعادة الأراضي المستولى عليها للجهات صاحبة الولاية عليها، حملة تأتي واتساقا مع سياسة الدولة التي تؤكد على أنه لا تهاون مع أي تعديات على أملاكها أو الأراضي الزراعية.